في ظاهرة غريبة منتشرة في محافظة المنوفية، وهي مصانع بير السلم اللي بتصنع المواد المخدرة. خليني الأول أقول لحضراتكم بعض من الإحصائيات عشان ندرك حجم الأزمة. حسب بيانات صندوق مكافحة المخدرات المصري والتعاطي، نسب تعاطي المخدرات في بلدنا بتصل ل 5.9% من إجمالي الشعب. يعني بنتكلم بالمرتاح كده حوالي 5,500,000 مواطن بيتعاطوا مخدرات، ده في بلدنا. نسب الإدمان من إجمالي الشعب المصري 2.4% من إجمالي الشعب، دول مدمنين، تقدر تسميه مدمن مخدرات، مدمن حشيش، مدمن أفيون، هيروين، مدمن ترامادول، شابو، مدمن مش عارف الحباية اللي لونها إيه. يعني 2.4% من الشعب مدمن، يعني بنتكلم عن 2,800,000 مواطن بيندرجوا تحت بند مدمن. 58% منهم في فئة الشباب ما بين 16 و35 سنة. يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ال 2,800,000 مواطن دولت ممكن يبقى فيهم السواق بتاع باص المدرسة بتاع ابنك، ممكن يبقى فيهم البقال اللي تحت البيت، يبقى فيهم المدرس اللي بيدرس لابنك في الحضانة، ممكن يبقى فيهم الطبيب للأسف اللي بيعالجك في المستشفى، سواق القطر اللي كل يوم بيلبسوا في بعض. عدد ضخم جدا من المدمنين اللي موجودين في بلدنا. ليه؟ بسبب أزمة اقتصادية اتكلم عنها علماء الاجتماع، مشاكل مجتمعية، الشباب مش عارفين يحققوا أحلامهم، فكتير من الشباب بيهرب بقى في الإدمان والمخدرات والسكة اللي بتودي ما تجيبش. نرجع خطوة لورا، ليه الإدمان بينتشر في بلدنا؟ لأن في بلدنا المخدرات بقت سهلة، بتتباع في كل حتة وعلى كل ناصية وإمة وكل حارة ضلمة، بل بتتباع داخل أقسام الشرطة بعلم رجال المباحث ومخبري وأمناء الشرطة نفسهم اللي بيبيعوا المخدرات. الخبر ده كان امبارح من محافظة المنوفية، وضبط مصنع مخدرات بالمنوفية والمضبوطات فيه وصلت لعشرين مليون جنيه. المصنع ده كان موجود فين بقى؟ حسب بيانات السادة في وزارة الداخلية موجود في مركز أويسنا، وتم العثور فيه على 2000 قرص من مخدر الترامادول، 350 قرص أو عقار الأبتريل، 30 كيلو جرام من بودرة الترامادول، 60 قرص من عقار الميزوتاك، إلى جانب معدات ومواد جاهزة التصنيع والمضبوطات، وصل حجمها لحوالي 20 مليون جنيه. ده فين؟ ده امبارح في محافظة المنوفية، تحديدا في اسم شرطة أو مركز أويسنا. كان عندنا خبر أيضا في 2020 تقريبا نفس الخبر، مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة داخل فيلا في المنوفية، لكن ده كان في مركز تاني، بحاول في مركز أشموع. كان عندنا خبر أيضا في 2021 عشان بس أستعرض لحضراتكم الأخبار من مراكز المنوفية، كان في الباجور، قال لك بداخله آثار وأسلحة وحشيش، ضبط مصنع لإنتاج الترامادول في المنوفية. يعني واحد 2024 2021 2020 في ده في الباجور، وكان عندنا في ده ايضا صور من داخل المصنع اللي اتقبض عليه او اللي مسكوه في 2021. عملت بحث بسيط كده، اكتشفت ان محافظة المنوفية بيجي ترتيبها رقم 2 على مستوى الجمهورية في تصنيع المخدرات. احنا الجيزة رقم 1، بتيجي بعدها المنوفية. احنا عندنا نوعين من المخدرات، في حاجة بيسميها المخدرات الطبيعية اللي هي زي الحشيش مثلا، ده الأفيون، الهيروين، دي حاجات طبيعية بتتزرع. في عندنا المخدرات المخلقة اللي هي المصنوعة، مخدر الشابو، ترامادول، الأبتريل، كل دي حاجات بتتصنع من مواد كيماوية، ودي أكتر خطورة لأن بيخش فيها مواد سامة وقاتلة. أنا معايا فيديو من أحد مصانع محافظة المنوفية وشكل، يعني طب شغل الفيديو كده احنا بنتكلم، شايف ده 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 فيديو نشرته وزارة الداخلية، فيلا ضخمة جدا بتاعت احد رجال الاعمال في محافظة المنوفية،
وشوف بقى حجم الادوات، ولا بقى في معامل امان ولا في نظافه ولا اي حاجه، فضلا عن ان المواد دي قاتله اصلا. شوف كده الترامادول بيتصنع ازاي، كانك بتصنع رمل او بتصنع اسمنت. انا معايا فيديو، او قبل ما اروح للفيديو عايز اقول لحضراتكم حجم تجاره المخدرات في البلد. مركز بصيره تحديدا على لسان حنان جرجس مدير العمليات في المركز بتقول ان حجم تجارة المخدرات في مصر بيصل 400 مليار جنيه. 400 مليار جنيه اللي هو تقريبا يعني نص ميزانية البلد، نص ميزانية مصر تجارة مخدرات. ده ليه؟ ده لان احنا كل يوم عندنا مصانع، مصانع كاملة، يعني مش ورشة صغيرة محندقة تحت بير السلم، لا ده انا عندي مصانع كاملة، فيلل، فيلا ضخمة بحراسة بكلاب بسور بأمن مش عارف ايه، تخش الفيلا تلاقيها مصنع للمخدرات. الفيلا الأخيرة بتاعت الباجور دي عايز أقول لحضراتكم كان فيها مخدرات ب 130 مليون جنيه. محافظة الإسماعيلية السنة اللي فاتت ضبطوا مصنع واحد في محافظة الإسماعيلية في الظهير الصحراوي في مخدرات أيضا مصنعة ترامادول وأبتريل والحاجات دي بحوالي نص مليار جنيه مصري. سيسي أيضا ليه فيديو بيتكلم عن هذا الموضوع، قال إيه بقى؟ قال لك إن البلد بيخشها سنويا حوالي من 7 لـ 8 مليار جنيه مخدرات. اسمع كده هذا الفيديو. ينزل ب 7 8 مليار جنيه ولا اكتر مخدرات في البلد، ده خطير جدا. دول ولادنا وبناتنا اللي ممكن يتأذوا بالكلام دوت، وموضوعات اخرى كتير قوي قوي. رغم ان الرقم اللي قاله السيسي ده بيمثل فقط 20% من حجم تجارة المخدرات اللي موجودة في البلد، لكن للأسف بعض التقارير ومنهم تقارير بصيرة بيقول إن رجال الشرطة المصرية متورطين في تجارة المخدرات، بعض من رجال حرس الحدود متورطين في تجارة المخدرات، بعض من رجال الأعمال، ويمكن الراجل بتاع سينا الضخم اللي مرة واحدة طلعوه خلوه الشيخ راح والشيخ جه اللي هو العرجاني، يعني كان متورط في أحد قضايا التجار أو تجارة المخدرات. تاجر المخدرات يخش متلبس بطن مخدرات وبيطلع بسبب خطأ في الإجراءات، يعني كل المحاميين والناس اللي شغالة في المجال المحاماة والقانون عارفين الموضوع ده. يبقى تاجر مخدرات متلبس عربيته فيها طن مخدرات سبب خطأ إجرائي قد كده يطلع براءة والدنيا تعدي، مستقبل ولادنا للأسف في خطر. 2,800,000 مواطن مصري منهم 58% شباب مدمنين ممكن يعملوا جريمة في أي وقت، خصوصا وإن التلفزيون والسينما والدراما المصرية بتصور البلطجي والمجرم تعاطي المخدرات اللي بيضرب النص حباية إياها على إنه الواد العترة اللي البنات بتحبه وبتجري وراه أبو شكل حلو، ويجيب لك بقى كريم عبد العزيز وأمير كرارة الممثلين اللي شكلهم حلو وطلعهم في دور البلطجي، والبلطجي ده لازم يكون إما بيشرب حشيش بيشم هيروين بيضرب حقن والحاجات دي، أو بياخد النص حباية بقى الأبتريل الترامادول الحاجات دي، وده نوع من أنواع الترويج. تجارة ضخمة تقدر ب 400 مليار جنيه مصري سنويا للأسف برعاية الحكومة وزارة الداخلية حسب كلام مركز بصيرة، اللي هو يعني حميها حراميها اللي المفروض تحمي ولادنا من مثل هذه الممارسات هي اللي بتتاجر في المخدرات. الإعلام المصري والتلفزيون والسينما اللي المفروض يوعي ولادنا بخطر المخدرات هو اللي بيروج لهذه المخدرات بفلوسنا وفلوس الدولة.